انت بقى من حديد يا منطقة. قاعد النفط قاطعه عندنا ضيوف. احب اقدم لكم الاستاذ عزت بوزيشن، زي ما قال مدير المونتاج. مدير الانتاج يا ابني، مش اشكال. احب اقول لكم الخبر العاجل ده، حارتنا دخلت التاريخ عشان النهارده جايين يصوروا عندنا اعلام. اعلام؟ شش، مش هنا واقف. اعلام ايه؟ اعلام اللي بيجوا في التلفزيون. يا شوفوا الحلاوه اللي احنا هنبقى فيها بقى. فاهم؟ وانت معايا حاج ولا غياب النهارده؟ في ايه يا جدعان؟ الناس واقفه كده ليه؟ هو في سبب ولا ايه يا جدعان؟ لا، الناس دي ما تتجمعش كده الا لو في لحمه هتتوزع. مستحيل، ده اخر عجل دخل الحركه الخيري جزمه. هو في ايه يا معلم خيري؟ يا رجاله، كل حاجه بقت سعيده. الجماعه دول جايين الحاره عشان يختاروا منكم موزز. موزز؟ مودلز؟ مودلز؟ زي ما قال كده. بقول لكم ايه، واللي هتيجي فيه يا سعدو يا هناء بقى هيعمل اعلام في التلفزيون. ما بلاش، احنا قلنا بقى عمو جزمه. ليه يا دكتور؟ يا ده الفانيلا بتاع الجون اللي انت لابسها حلوه قوي. بصوا، هو 5 دقايق كده والمخبر هو اللي هيجي يخطب. مخبر ايه يا ابني؟ المخرج. بقول لك ايه، احترمني. انا هنا عايز جمهوريه الحاره زي ما قال لكم كده. ماشي، المصلحه دي مش هتخرج برانا يا خيري. ها، ولو خرج انت عارف انا ممكن اعمل معاك ايه. كويس، انت كذاب. يا انا مش كذاب يا خيري. في ايه؟ انت بقى من حديد. يا اقف في الصف مع اخواتك. لما تزعليش تقف في وسط الناس. لا، هزعق يا براسلي. اقف. يا بس مستعجل. طيب ماشي، انا ممكن اموته يا جدعان. هناكل عيش. الناس يا جدعان، معلش عشان عيب. يا زي ما قال لك بلطاي، كل عيش. ماشي، المخبر وصل يا ابني. المخرج حبيبي. يلا يا بنات، تقولي على المونيتور. ها، يلا يا الف مرحبا. الحاره نورت يا استاذ سلمبير. مين ده يا طالب؟ ده صرمي. ولا بلغي. ولا جزمي. انا جزمه تاجر العبيد دي كلها. الجثه اللي هتعجبك شاور عليها وانا كيسالك وانت واقف. هو بيتكلم كده ليه يا طالب؟ معلش، السبوق وقع منه. خلاص، عايز نشتغل بقى. يلا نشتغل. يلا نشتغل. ها، يلا. سيدة، ممكن تلعب عنتر ابن شداد. ماشي، يلا عنتر. اوكي، وده هاي معانا. ها، هيعمل معانا ايه؟ ده احسن عنتر ابن شداد، تحفه. يلا هتمام. طب ايه رايك في ده؟ لا، تخين قوي، تخين قوي. شايف؟ طب اللي جنبه يعمل احمد بديه. مش فاضي، اكيد عنده مسرح. مش خليك واقف. ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ لا، دي ما جاتش النهارده. طيب واقفة ليه بقى؟ لا لا، ارجع لورا. ده شكله معفن قوي. وده انت معفن تحفه. ارجع لورا، ارجع معفن. طب ايه رايك في دي؟ رفيع زياده عن اللزوم. لا، مش هينفع. لا لا يعني. اوه، اتنازلي. ده اعلان 30 سنه مش هتقدر تتنازل. بس ماشي، نتصرف. ها، انا شفتك فين قبل كده؟ مش عارف، ما اعرفش. بتقعد على كافيهات؟ اه. بتحاسب؟ خلاص، ما تسيحش. انت معانا، انت معانا. لم يا تحفه، هايل، رائع بجد، تحفه. النضاره دي عايزينها. ها، خدها معانا. انا نفسي انزل يا استاذ. لا، ده فوانيس الكلام ده يا حاج. بس تعالى معانا. ماشي، يلا يلا. ايه ده؟ مش حضرتك مخرج كابتن مصر؟ ايوه صح. على فكره انا بحب الفيلم، والحاره كلها بتقول ان انا شبه الواد اللي في الفيلم. بتسال ليه؟ احنا بنفهم بس. لا ماشي، ارجع معانا. معانا شبهه فعلا. انت اللي سرقت الاسوره صح؟ بتلوموني ليه؟ عشان ريحتك يا جزمه. ابعد، ده بياخد العرف ده. معلش والله العظيم استحمى ان شاء الله. معلش، ناخده في اعلام مبيت. ماشي ماشي، ارشخ لك بيت قرفك. بجد فعلا مفيش كاريزما، حقيقي زباله. انت هبقى استاذ سيفنبرج. شوف جمجمته عامله ازاي، دي مش موجوده في الوطن العربي. اقول لك، خده راجل كبير في السن. مع عم حسن حسني موجود، مش فارقه يعمل ايه ده ولا ايه. طب مفيش كاريزما، انا اسف.